أكدت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أكدت حرص المجلس على تشجيع المبادرات والمشاريع الشبابية التطوعية الرامية إلى تنمية وتعزيز استقرار المجتمع البحريني، والذي يحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله. وفي تصريح لصاحبة السمو الملكية رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة تكريم سموها للفائزين بالدورة الثانية من جائزة صاحبة السمو الشيخ حصة بن سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، استذكرت سموها الدورة الكبيرة والعطاء المخلص للمغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخ حصة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراها في دعم مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، مؤكدة سموها بأن المكانة الرفيعة التي تشغلها مملكة البحرين على خارطة العمل التطوعي الإقليمي وحتى العالمي تأتي اليوم بفضل جهود وعطاء الرواد الأوائل الذين أمضوا حياتهم في خدمة وطنهم. وكان بذل وعطاء والدة الجميع رحمها الله خير شاهد على ذلك، وأشادت سموها بالمبادرات الاجتماعية التطوعية والتي ينفذها الشباب البحريني على المستوى الوطني، والتي تأتي في سياق ما يحظى به مجتمعنا من سمات فضلة تتمثل في العمل من أجل تعزيز قيم التراحم والتكافل الإنساني بين أفراده. كما أشارت سموها إلى أن تبني المجلس لهذه الجائزة الوطنية المهمة يأتي أيضا في إطار حرص المجلس على تعزيز الاستقرار في المجتمع البحريني ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز روح التنافس الشريف بين الشباب البحريني وتحفيزه على المشاركة الإيجابية في مسيرة تنمية وازدهار مجتمعه. وأثنت سموها على التطور الكبير الذي حققته جائزة صاحبة السمو الشيخ حصة بن سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي وفي دورتها الثانية من تطور لمعايير الجائزة ومراحلها وتمكنها من تحقيق أهدافها في نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي بين أوساط الشباب وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وإنساني. وأشادت بهذه المناسبة بجهود سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة لجنة الجائزة عضو المجلس الأعلى للمرأة في الإشراف على أعمال الجائزة وما تشهده من تطور بتعاون لافت ومقدر من قبل ممثل الجهات المعنية من أعضاء لجنة الجائزة. وخلال الاحتفال قام سموها حفظها الله بتكريم الفائزين بالدورة الثانية من جائزة صاحبة السمو الشيخ حصة بن سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، كما قامت صاحبة السمو الملكي بتقدير عدد من المشاريع والمتأهلة للمرحلة النهائية وهي برنامج الشاب البرلماني ومبادرة إشراقات وبرنامج فرصة. هذا قد ألقت سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة لجنة الجائزة كلمة خلال هذا الحفل، وجهت خلالها الشكر الجزيل والتقدير الخالص لصاحبة السمو الملكية قرينة عاهل البلاد المفدى على مبادراتها الوطنية لتنمية المجتمع ودورها البارز وغير المسبوق في نهضة المرأة البحرينية وتعظيم مشاركتها. كما بيّنت سمو الشيخ حصة بأن لجنة الجائزة حرصت في هذه الدورة على تنويع أوجه التدقيق على مضمون الأعمال المتقدمة، سواء من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع المرشحة للفوز أو من خلال تحليل وتقييم رضا المستفيدين من المشروع بشكل مباشر، كما تم استقطاب مشاريع تتميز برؤية متطورة في مجال العمل التطوعي وتنوع مجالات المشاريع المتقدمة، فمنها الأسري، الخيري، التنموي، الصحي والبيئي، حيث شهدت الجائزة ارتفاعا كبيرا في معدل المشاريع المشاركة حيث بلغ 82% عن أعمال الدورة الأولى. هي جائزة تتوج العمل التطوعي ليلبس وشاح العطاء والخير، مبادرة تم إطلاقها لتكون حافزا ودافعا للشباب لتعزز بداخله ثقافة مجتمعية مفادها أن العمل التطوعي هو الذي يربط المجتمع بأواصر إنسانية ويعزز من روح الانتماء الوطني. هذه الجائزة تركز على العمل التطوعي الشبابي الجماعي والفردي، فنتطلع المزيد من المشاركة من الشباب في النسخة الثالثة إن شاء الله، لأن جدا هذه الجائزة تسلط الضوء على عمل المواطنة. أنا دائما أقول يعني العمل التطوعي تبرز هي ما هي المواطنة، فالشباب ما يقدمه
لخدمة المجتمع من ناحية عمله في وقته الخاص التطوعي، يبرز دوره كمواطن مجتهد وحاب أن يطور في وطنه ويساهم في تنمية هذا الوطن الغالي. جائزة الشيخة حصل العمل التطوعي اللي تستهدف فئة الشباب، الحقيقة هي من الجوائز النوعية على المستوى العالمي، لأنها تستهدف فئة معينة في مرحلة عمرية معينة، وهي أهم مرحلة عمرية. الجائزة تعطي دافع للشباب للاستمرارية والعطاء في مجال العمل التطوعي. أبغى أقول كثير من الممارسات الشبابية يدخلون في أعمال تطوعية متقطعة، يعني فترة بسيطة وبعدين يترك الساحة. الجائزة تأسس مفهوم رئيسي عند الشباب أن العمل التطوعي لازم يكون له فكرة معينة ويستمر فيه على المدى الطويل. المشاركون في الجائزة مروا بأربع مراحل ليصلوا اليوم إلى منصة الفوز بجائزة العمل التطوعي. طبعا اليوم الشعور جدا جميل، الفوز بحد ذاته بجائزة تحمل اسم صاحبة السمو المغفور لها الشيخة حصة بن سلمان آل خليفة هو بحد ذاته نجاح كبير ودعم معنوي لأي مشروع يتقدم للفوز بالجائزة. جائزة سمو الشيخ حصة هي بالنسبة لي مثابة تشريف وتكليف في نفس الوقت لمواصلة العطاء لدعم أخواني وأخواتي محاربي مرض السرطان، وبإذن الله راح نواصل العطاء في هذا المجال وراح نحقق الأفضل بإذن الله. المفروض اليوم نعطي، كنا نعطي 100%، اليوم نعطي 200%، 300%. المفروض اليوم نكون كبر ذي الجائزة، حجم الجائزة الكبير، نعطي بكل قوتنا بدون لا نقول لا ما نقدر أو بدون لا نعتذر. هالجائزة بتعطينا دافع حق استمراريتنا في العمل التطوعي، وتعطينا دافع أن احنا نوسع ونكبر في هالبرنامج اللي هو بمشروع بيتكم بيتنا، وفي نفس الوقت إن شاء الله تكون تفتح لنا أبواب حق مشاريع جديدة أن احنا نخدم فيها فئة أكثر من الناس وشريحة أكثر من المجتمع إن شاء الله. الجائزة تهدف إلى تشجيع المشاريع الشبابية التطوعية بما يجسد أحد الجوانب المضيئة لمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى. الجائزة أعطت دعما كبيرا لهؤلاء الشباب ليتألقوا في عملهم التطوعي، وأصبحت كخارطة طريق لمستقبلهم ليزدادوا تألقا في هذا المجال. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.